رياح تسوق الغمام، تمطر في الأرض العجاف، تحصد سنابل السلام، وتسقط إكذوبة الكهنة، وتبتسم لجمال يوسف. هكذا لابد أن تكون السينما. طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، بكل خير، وحلقة جديدة من برنامج الذي نتناول فيها القضايا التي تتعلق بمهرجان النهج السينمائي بنسختها الخامسة، برنامج نهج السينما. نطل عليكم اليوم بحوار جديد ومنفتح حول مكانة الفن والسينما في المجتمع العربي. They may take our lives but they will never take our freedom. قد يأخذون حياتنا لكنهم لن يأخذوا أبدا حريتنا. هذا أبرز ما جاء به الفيلم الملحمي Brave Heart أو القلب الشجاع عام 95. ومنذ زمن بعيد وحتى اللحظة ما زالت التابوهات تطارد شبابيك التذاكر وأرباب الفن السابعة بين مجتمع يوصف بالمحافظ متمسك بعاداته وتقاليده، وبين تطور وانفتاح على العالم الخارجي يبحث صناع الفن عن الحرية في صالات العرض. فكيف يلعب المجتمع دورا هاما في دعم الفن والسينما وحتى الفنانين؟ هذا وأكثر سنناقشه معنا اليوم في نهج السينما. سعيد بوجود الدكتور مفيد سلمان، وهو أستاذ جامعي من كلية الفنون الجميلة في بغداد. أهلا وسهلا بك وبحضورك معنا اليوم. وكذلك ضيفي من تونس الصحفي لطفي بحري، وهو أيضا سفير منظمة الأمم المتحدة لدى الفنون، سفير منظمة الأمم المتحدة للفنون لدى الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا بك في هذا الحوار. دكتور، بودي أن أبدأ معك. لو نتحدث عن مكانة الفن والسينما في المجتمع العربي، كيف تقيمها؟ يعني دائما الفن عموما سواء كان سينما أو غير سينما هو يعالج مشاكل المجتمع أو يتعرض لمشاكل المجتمع، بمعنى أنه هناك في الحياة الاجتماعية مشاكل تصدر عن مشاعرنا الشخصية، عن حاجاتنا، عن غرائزنا، عن الضرورة أو ما يسميه فرويد الضرورة الداخلية للإنسان، الأنا الأعلى أو القيم أو المنظومة القيمية تمنع أو تحدد أو تحجب أو ترفض أن الإنسان يعبر عن غرائزه بالكيفيات التي يشتهي ويريد. الدراما هي عبارة عن صراع ما بين غرائزنا وما بين المنظومة القيمية. عندما يحدث هذا الصراع تحدث الدراما، تحدث السينما، يحدث الفن. إذا خاطبنا العقل الجمالي للمتلقي يستطيع الفن أن ينتصر، ويستطيع الفن أن ينتصر للقيم. ممتاز. أما أننا نخاطب الغرائز وحدها فالحقيقة لن يصل الفن إلى نتيجة، لن يعالج شيء، وإنما سيزيد المشاكل الاجتماعية وسيغذيها. وكذلك إذا كان السينما كانت عبارة عن خطاب قيمي فقط دون النظر إلى الضرورة الداخلية، طيب، غرائزنا أو مشاكلنا، حاجاتنا الداخلية، أيضا السينما لن تتمكن من المجتمع. طيب من بين ما ذكرت، هل تجد اليوم السينما في المجتمعات العربية وفي العراق إذا ما نتحدث بوجه خاص، هل تراها اليوم تشكل حضور لافت لدى المجتمعات؟ نعم، السينما يعني في أي مجتمع سواء كان عربي أو غير عربي هي ذات قدرة لأن تلفت، ولكن نحن في مجتمعاتنا لم نتمكن من النهوض بهذه الآلة وبهذه الصناعة العظيمة بسبب ضعف في قدراتنا الإنتاجية، وبسبب أننا لا نؤمن بأن السينما يمكن لها أن تنهض بمجتمع، أو لم نتلمس الطريق الصحيح لكي ننهض بمجتمعاتنا عبر هذا الفن العظيم. يعني إذا سمحت لي بس جملة صغيرة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي يعني في افتتاح المهرجان ذكر شيء عن السينما قيم جدا، يعني عن الفنان أيضا بشكل شخصي يعني بشكل خاص وعن السينما بشكل عام، أن الإنسان الفنان
والفنان الإنسان. فانتصر الشيخ للفنان الإنسان، أي أنه فنان وينتصر لإنسانيته، أي لقيمه. طيب. عبر حاجاته الإنسانية. طيب. إذن هنالك الكثير من الحاجات الإنسانية والكثير من الموضوعات التي نطرحها اليوم في المجال السينمائي، ولطالما أن السينما اليوم تعالج عدد من المشكلات في المجتمع وتتناول قضايا مختلفة تعكس صور مجتمعية مختلفة، بودي أن أطرح سؤال على السيد لطفي، ما هي أهم المحذورات التي تواجه اليوم صناع السينما في هذه المجتمعات إذا ما أرادوا أن يتناولوا قضايا مختلفة؟ أنت صحفي وقمت بالعمل بهذا الشأن ووثقت العديد من الأمور التي ترتبط بهذا المجال، كيف تقرأ ذلك؟ أولا تحية مني باسم تونس. تونس هذا بلد التسامح والحب والتفاؤل والأمل، ولا يخفى على صناع السينما في الوطن العربي وفي العالم، لا يخفى عنهم التجربة السينمائية التونسية منذ أوائل الستينات إلى الآن، تجربتهم في إرساء سينما إنسانية كما تفضل الدكتور بالقول. وهنا أنا بهذه المناسبة أريد أن أثمن، ولازم ضروري نستذكر الكلمة التي ألقاها أمس في الافتتاح الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية، عندما يتحدث رجل دين عن الفن وعن السينما، عندما يتحدث عنهم بهذا الشكل وبهذه الإنسانية وبهذا الرقي، نقول أنه الواحد يتفائل لحال السينما في هذا البلد العزيز اللي هو العراق. كلمة الشيخ عبد المهدي أمس أنا أعتبرها مؤشر أو مفتاح لصناع السينما، ليس فقط في الوطن في العراق ولكن أيضا في الوطن العربي وممكن في العالم. هي رسالة للعالم أنه الفن هو الإنسانية، والعكس صحيح كما تفضل بالقول الدكتور. كلمة الشيخ عبد المهدي أرجع لها مليون مرة لأنها كانت مهمة جدا جدا، وكانت تقريبا هي حطت الأمور في طريقها الصح لينا كمتابعين للسينما أو كصناع سينما. بالتالي أنا لا أريد أن أتحدث بأكثر عمق عن ما يسمى بالحرية. الحرية أنت تقتلعها، لا تعطى. الحرية تعطى عملك. طيب. اللي أنت تقدمه بطريقة إنسانية. نعم. هذا هو الوجه المتجلي للحرية. سيد لطفي، نعم سيد لطفي، لكن السؤال كان واضح جدا، ما هي أبرز المحذورات اليوم في المجتمعات العربية وحتى في تونس بشكل خاص بما يرتبط بقضية الانتاجات السينمائية المختلفة؟ ما هي أبرز المحذورات التي تواجه السينما؟ محذورات من أي نوع؟ هل هي محذورات دينية، محذورات سياسية، محذورات ربما تكون اجتماعية؟ ما هي أبرز هذه المحذورات ونحن اليوم نتحدث عن المجتمع؟ أنا لا أعترف بالمحذورات، أنا أعترف أنت كيف تتعامل مع الإبداع الفني وينصهر في الإنسانية. نعم. المحظورات احنا كفنانين وكمبدعين وكعالميين احنا نخلقها لنفسنا، نختلقها. المحظورات لازم نعرف نتخطاها ونتجاوزها مهما كان الموضوع. انت لما تتناول موضوع ديني محظور تتناوله بطريقة إنسانية وبطريقة ذكية وتخاطب بالوجدان وتخاطب بالقلب وتخاطب. طيب. لا العقل اللي هو ممكن يدخل بيك في متاهات اخرى. فأعتقد المحظورات ممكن تتجاوزها. نعم. بطريقة سلسة جدا وسهلة، لكن هنالك بالنتيجة هنالك الكثير من المحظورات، بدليل هنالك الكثير من الأفلام على الصعيد العربي لم تجد لها فرصة للعرض في 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 صالات العرض بسبب هنالك محظورات سياسية ربما ودينية. دعني اسمح لي أتكلم باعتباري تونسي. في تونس هذا الموضوع غير وارد، يعني لم يمنع فيلم من العرض سواء كان تونسي أو أجنبي. تونس لو سنتحدث تونس تحظى بهامش حرية ربما يعتبر متقدم قياسا بالمنطقة العربية. بالضبط. لكن في مصر حدث ذلك، في دول الخليج حدث ذلك. دعني أنقل وجهة النظر إلى الدكتور
لو تجبني على هذا السؤال ولو نتحدث بشكل واضح أكثر، هل تؤثر اليوم المحظورات في السينما على وفرة الإنتاج؟ يعني المحظورات هي أكو رقابة داخلية عند كل فنان، هو يعرف المجتمع ويعرف طبيعة المجتمع ويعرف ما هو مطلوب أن يقدمه لهذا المجتمع وما هو يعني غث فيما لو قدموا لهذا المجتمع، هذا ابتداء. أما الرقابة الأخرى التي خارج كيان الفنان، يعني على سبيل المثال إذا كان لدي بعض الوقت القليل تفضل. يعني على سبيل المثال لنفترض العري، لنفترض يعني وأنا آسف للعبارة، أحيانا تجد أفلام تظهر الجسد العاري، ترى الجسد عاري ولكنك تدرك قضية وطنية، أي أنك يعني على سبيل المثال طفلة فلسطينية، بنت فلسطينية مراهقة، القذيفة الإسرائيلية وهي في الحمام مغطاة بالصابون، كل جسدها بالحمام، القذائف الإسرائيلية تهرب، قذيفة تجرحها وهي تهرب عارية ولكن بمكياج صابون يغطيها وهي عارية تهرب، تسقط، الدم يبدأ يزيح عن جسدها ويكشف جسدها، أفترض لحد الأسفل البطن. هنا هذا العري الذي نراه مغطى بالدم، لا يمكن لنا، صحيح نرى العري ولكننا ندرك وطنا. فالرقابة يجب أن تكون واعية منتبهة، تفهم هذا الأمر بكيفيات صحيحة. ولذلك هذه الممنوعات إذا كان الرقيب مو ذكي، هذه الممنوعات قد تحبط الفنان. إذن هنالك محذورات. سنعود إلى ذلك، لديك مداخلة، تفضل سيد. بالنسبة للعري يعني في أي فيلم، لو الجسد العاري يتم إقحامه في الفيلم فقط لأنه جسد عاري فهذا يعتبر إسفاف يعني مش فن. لكن لما الجسد العاري كما تفضلت بالقول يكون في سياق السيناريو ولخدمة فكرة ما، فكرة معينة، ومش فقط للإيحاء أو الإغراء، طبعا بيكون غير مطلوب وغير مرحب به. هنا ذكاء المبدع كيف يتعامل مع الرقابة الشخصية بتاعه، هنا ذكاء المبدع سواء كان مخرج أو سيناريست. مشكلتنا مش مشكلة إنه السينما متعطلة عشان محظورات، لا، أنت لما تعطل السينما بتاعك عشان أنت مش فاهم مدى أو بعد المحظورات دي. طيب سأعود لك ما يتعلق في هذا الجانب، ولدي الكثير من الأسئلة سأطرحها على ضيوف البرنامج فيما هو قادم من الوقت. لكن دكتور، لطالما أنت تحدثت فيما يتعلق، ذكرت مثال عن ربما هو مثال يعني فاضح توضيحي لطفلة فلسطينية، ولكن لو نتحدث عن واقع السينما، المرأة في السينما العربية وبالتحديد في العراق، لم نرى هنالك الكثير من الأعمال في السينما العراقية تناقش موضوعات المرأة، موضوعات كثيرة وكبيرة جدا شائكة اليوم تواجه المرأة في المجتمع العراقي، لم نرى هذه الموضوعات يتم تداولها على السينما أو على شاشات السينما، كيف تفسر هذا الأمر؟ يعني شوف، هي المشاكل بحسب أهميتها. نحن بالعراق خاصة تعرضنا لمشاكل سياسية هائلة جدا، بحيث أن قضية المرأة ما أصبحت هي قضية رئيسية مهمة بالنسبة لنا. يعني عندما ترى داعش، عندما ترى الدم في الشوارع، عندما ترى قتلة، عندما ترى يعني حرب، عندما يعني حروب صار لنا سنين طويلة نعاني من الحروب، فهاي مثل هاي يعني مثل هاي المشاكل هي يعني التي أولويات. نعم أولويات، فهاي المشاكل هي اللي خلتنا نجعل قضايا المرأة في الخلف. ولكن الإنسان العراقي الذكي يعرف أهمية المرأة، وهو إنسان متميز في فهمه لطبيعة المرأة وكياناتها. وأيضا هناك نقص آخر، يعني نحن في العراق نحتاج إلى كاتب سيناريو. أي سينما لا يمكن لها أن تنهض ابتداء إلا إذا كان لدينا هناك ضعف في النصوص. نعم ضعف لدينا، يعني ليس لدينا متخصصين في كتابة السيناريو. لكن أنت تعمم في هذا الأمر، أنت الآن تتحدث بشكل عام، يعني تعمم. نعم أتحدث، طبعا أكو هناك يعني نوادر، يظهر فيلم هنا وفيلم هناك، ولكن ليس لدينا كادر
متخصص في كتابة السيناريو ذو شأن معروف لدينا. يعني أكو لأن بدي أكتشف يعني قبل أيام الركابي شخص يعني شخص يعني شخصية مهمة جدا سيكون له مستقبل في كتابة السيناريو. يعني مع الأسف فقدت اسمه يمكن حيدر الركابي أو شيء من مصطفى قبيل. الركابي مصطفى الركابي نعم سيكون له شأن في كتابة السيناريو. ياريت أكو عندنا نشجع مثل هذه الطاقات يعني لنصنع سينما. السينما بدون كاتب سيناريو وبدون إنتاج السينما فلوس أموال تدفع لها، ساعتها ممكن أن ننظر في السينما وأن نصنع وأن نقدم صناعة سينمائية. أنا بودي أن أشكرك على هذا الإيضاح وشكرا جزيلا لهذا المعلومات، وبكل تأكيد سنحاول أن نثير الحوار معك دكتور مرة أخرى للحديث وبكل صراحة عن موضوع ضعف كما تصفه أنت وجود كتاب سيناريست في الوسط العراقي لينهضوا بالسينما العراقية. شكرا جزيلا لك ولحضورك. لديك مداخلة سيد لطفي؟ يعني عن المرأة العراقية، قضية تحرير المرأة ليست تحرير المرأة كشكل أو كلبس. المرأة العراقية مرأة متطورة ومثقفة. نعم. ويعني لها مكانة مرموقة في المجتمع. هنا السؤال، نحن نتحدث عن حرية المرأة في السينما ليس فيما يتعلق بقضايا التي ترتبط بالحجاب، ولكن في قضايا المجتمعية فيما يتعلق وجود المرأة في داخل القطاع الوظيفي، وجود المرأة في مفاصل مختلفة من المجتمع فعلا. هنا مغيبة في السينما العربية. ولكن هل تعتقد اليوم التسارع الذي نشهده اليوم في التكنولوجيا أو كذلك في طبيعة الإنتاج السينمائي فيما يتعلق الجانب التقني اليوم، هل يؤثر هذا الجانب على إنتاج أعمال سينمائية تناقش المجتمع؟ طبعا هو التقنيات الجديدة والحديثة التي نعيشها نحن كصناع صورة سواء كنا إعلاميين تلفزيون أو صناع السينما، هي لازم ناخذها بالصفة الإيجابية، لازم نعرف نستغلها لتقديم صورة أفضل وتقديم كادر أفضل وتقديم تقنيات جمالية للصورة. لكن هذا لا يكفي، جمال الصورة لوحده لا يكفي. احنا شعوبنا العربية إلى جمال الفكر من خلال السينما أو التلفزيون أو الفن عموما. السيد لطفي البحري الصحفي التونسي وسفير منظمة الأمم المتحدة للفنون لدى الجمهورية التونسية. لو تسمح بعد إذنك. تفضل. أنا كسفير منظمة الأمم المتحدة للفنون لدى الجمهورية التونسية، هذه المنظمة من أهم أو من أولوياتها هي كيف نجعل الفن والفكر والثقافة والإبداع سلاح ضد الإرهاب، وربما للحديث بقية في فرصة أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك، وسنناقش ذلك في حلقات قادمة فيما يتعلق بكيف تناقش السينما أو تتصدى السينما للإرهاب وللموضوعات الإرهابية. شكرا جزيلا لك. شكرا. ولحضورك معنا شكرا اليوم لك. في هذا البرنامج شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي الفنان والممثل القدير السيد ستار خضير، أهلا وسهلا بك وبحضورك معنا اليوم. سعداء أن نراك في كربلاء وفي النهج. أهلا بك ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. شنو يعني لك اليوم أنت في مهرجان سينمائي في كربلاء؟ الحقيقة هذا الحضور الأول أنا لمهرجان النهج السينمائي. هذا الحضور أنا أعتبره علامة مهمة في حياة الفنية، لأنه شفت مهرجان متكامل، مهرجان به قيمة إنسانية، به قيمة فنية. الناس القائمين استطاعوا أن ينظموا هذا المهرجان بشكل صحيح، يقدموه بشكل صحيح، ولكن الحقيقة هو مشاركة هذه الشباب والكم الهائل من الشباب، هذا ما يفرح أكثر يعني. طيب سيد ستار، نحن نتحدث لطالما نتحدث عن موضوع كيف يمكن أن تكون المجتمعات العربية أو حتى المجتمع للدولة الواحدة يكون سانداً للسينما أو للفنان العراقي. لطالما نتحدث عن ذلك، كيف تقرأ اليوم المجتمعات في العالم العربي وفي العراق بشكل خاص بأن تكون ساندة للفنان خلال مسيرته فيما يتعلق بالسينما أو حتى
المسيرة الفنية المختلفة. الحقيقة الدعم مهم للسينما. الشباب الآن ما يقدموه من أعمال فنية بحاجة إلى دعم، وهذا الدعم مهم جدا، لأنه كثير من الأفكار الرائعة ما تجسد بشكل صحيح، لأنه الفيلم الفلاني للشاب الفلاني يحتاج إلى دعم. أنت تعرف السينما تعني المال، تعني الإنتاج، والإنتاج يعني القيمة الحقيقية لإظهار الفيلم المنتج يعني. طيب إذن أنت تشير بأن اليوم المجتمع لابد أن يكون ساند للفنان وللسينما إلى حد ما لكي تنهض هذه الجوانب المهمة في هذا الفن الذي يناقش قضايا مختلفة من المجتمع. سأعود لك، ولكن دعني أرحب بالمخرج المصري الشاب السيد مهند ذياب. أهلا وسهلا بك وبحضورك معنا في هذا الحوار. نتمنى أن نبحر معا في موضوعات مختلفة. لطالما سيد مهند نحن نتحدث عن اليوم الحرية التي يبحث عنها الفنان المخرج كاتب السيناريست الممثل وحتى المصور في المجتمعات العربية من أجل إنتاج سينمائي ربما يضاهي الإنتاجات التي تتصدى أو تتصدر المهرجانات العالمية. كيف يمكن أن تصف ارتباط الفن بالحرية أو استحالة هذا الفن فيما لو غابت الحرية؟ طبعا الحرية ده شيء أساسي جدا لأي فنان إن هو يتنفسه عشان يقدر يطلع إبداع. فإحنا أنا هتكلم عن يعني سواء تجربتي أنا الشخصية، إحنا بنستطيع إن إحنا تصنع أفلام بتتناول قضايا إنسانية مهمة جدا فيها مساحة من الحرية، لأن أنت ما بتتكلمش في حاجة سياسية، أنت بتتكلم في حاجة مجتمعية، حاجة تمس قضايا الإنسان بشكل مختلف، زي مشاركتنا السنة دي في مهرجان النهج السينمائي الدولي أو عامة في أفلامي عامة، هي أفلام مجتمعية تنموية، وده فيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وهو فيلم فرصة تانية اللي بيتكلم عن تطوير المؤسسة العقابية في مصر اللي بيدفع ثمن يعني الخطأ الحدث الصغير اللي بيرتكب مثلا جريمة بيدفع ثمن حريته انه يدخل مكان زي ده. فبيأتي هنا دور الوزارة أو دور الدولة إن هي بتقدم له خدمة، ما الخدمة دي بتؤهله إنه يبقى يحق ليه فرصة تانية يقدر بعدها يباشر حياته بشكل طبيعي. طيب ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه الفنان اليوم العربي، خاصة إذا ما أردنا أن نتحدث على مستوى سواء كان الفنان مسرحي أو كان فنان سينمائي، ما هي أبرز هذه الصعوبات من وجهة نظرك؟ ممكن تبقى في صعوبات يعني في حاجات فنية كتيرة جدا ممكن تواجه الشباب، بس أنا أعتقد إن دلوقتي الدنيا بقت مزللة أكتر عن زمان. يعني أنت لما بتيجي تعمل حتى على نطاق الأفلام المستقلة، كنا زمان نتخوف أيام ما أنا كنت في الجامعة مثلا، نتخوف إن إحنا ننتج فيلم أو نعمل فيلم، ولكن الكاميرات الحديثة دلوقتي وفكرة إن أنت تتعلم حتى المونتاج، فأنت بقى معاك البري برودكشن والبوست برودكشن والبرودكشن نفسه، تقدر تعمل أفلام مستقلة، تقدر تناقش قضايا مجتمعك، تقدر تبرزها من خلال سينما تسجيلية قوية، وتقدر تنافس بيها في مهرجانات كمان بره. الصعوبات الشخص اللي بيحطه قصاده ان انا عندي صعوبات عمر ما هيوصل، اللي بيتحدى الصعوبات واللي وزي ما احنا بنشوف في افلام زي حاجات موجوده في مهرجان النهج، في فيلم كان موجود النهارده حد بيتكلم عن في منطقه ازاي بيفككوا القنابل، المصور او المخرج اللي دخل في هذا النطاق كفيلم تسجيلي وما خافش على حياته وعايز يقدم للناس صوره قويه، هو كده بيتحدى الصعوبات، فبالتالي بيقدم نوع من انواع الابداع. طب سيد ستار، اليوم الفن العراقي ربما مليء بالصعوبات، التابوات، الخطوط الحمراء التي واجهها الفنان اليوم او بمختلف الصفات سواء كان مخرج ام ممثل ام حتى النقاد، لماذا؟ انا اعتقد الصعوبات اللي تواجهها الدراما العراقيه او الفن العراقي بشكل عام هي مو اكو محددات معينه، لانه انا اعتقد حتى الاشياء الممنوعه بالفن او الدراما ممكن التحايل عليها في بجانب او بجانب اخر. كيف؟ ولكن يعني ممكن انه ترمز لشيء ما، انت ما تريد تطلع بالصوره، ترمز لشيء ما هو يوصل للمشاهد، مو هذا المهم، المهم انك تكون تمتلك انتاجيه صحيحه، هذه الانتاجيه اللي تخليك توصل أنه توصل الفكرة بشكل صحيح للمشاهد، لأنه ترك الشباب
أفكار الشباب السينمائيين، أنا أقصد بالذات، والأفلام السينمائية تركها هكذا بدون دعم، أنا أعتقد هذا يؤثر بشكل كبير على العمل الفني، لأنه السينما تحتاج إلى مادة، السينما تحتاج إلى تطور. يعني الشاب عندما يمسك كاميرا يعني مو متطورة، أنا أعتقد راح يكون فيلمه مرتبك إلى حد ما. طيب، عندما يكون إذن التقنيات الحديثة أو أكيد أكيد التراجع، عندما يكون اللي يجسد الشخصية، أنا أعتبر أنا أتحدث كممثل، عندما يكون بيد المخرج ممثل غير محترف، أنا أقصد مو أقصد الأعمال الوثائقية، وأنا ما أقصد الأعمال الدرامية، أنا أعتقد هذا راح يهبط من مستوى الفيلم، وبالذات يعني الفيلم اللي يمتلك رؤية معينة واللي يطرح رؤية معينة، وإحنا الآن في مجتمعات عربية نحتاج إلى هاي الفكرة، نحتاج لبناء المجتمع، نحتاج لبناء الإنسان، وأنا أعتقد بناء الإنسان يكمن بأن تقدم له فن صحيح بصورة صحيحة وعلى مسار صحيح. إذن سيد ستار، ما هي رؤيتك للمستقبل القريب حول الفن العراقي، سواء كان فن سينمائي أم حتى فن مسرحي أو مختلف الفنون العراقية، ومسيرة الفنان، ما هي رؤيتك للمستقبل القريب في ظل الظروف المختلفة؟ لطالما نحن اليوم الشباب بدأوا يتوجهون نحو الإنتاج السينمائي في السنوات الأخيرة. أنا أعتقد انطلاقة مهرجان النهج هذه وحدها الانطلاقة بادرة خير، لأنه أنت تحس أكو مستقبل ممتاز ينتظر السينما العراقية، ينتظر الفن العراقي، يعني حتى تصنع شيء مهم للمجتمع وللإنسان. إذن ما هي مقومات النجاح أو مقومات التفاؤل التي تمتلكها؟ مقومات كثيرة طبعاً، إحنا إذا نحكي على مقومات الفيلم بشكل عام، أكيد يحتاج إلى سيناريو محبوك، يحتاج إلى مخرج ممتاز، يحتاج إلى مصور محترف، يحتاج إلى كاميرا بروفيشنال، بس يحتاج إلى ممثل أيضاً بروفيشنال، ولكن كل هذه الأشياء تذوب إذا ما تكون هناك دعم، إذا ما يكون هناك دعم مادي. الدعم المادي أنا أعتقد كل هذه تنجح. منتجين تنجح أي طبعاً، إذا كان مو شرط المنتج، الشرط أنه ممكن أن تكون الدولة تدعم، يعني المفروض هناك صندوق لدعم السينما أو صندوق لدعم الدراما أو صندوق يغيب دور وزارة الثقافة كما تحدث لي الضيوف الكرام ليلة أمس، وكذلك حتى ميزانية وزارة الثقافة هي لا تضاهي ما هو مطلوب من هذه الوزارة، للأسف، لأنه نعتبر وزارة الثقافة مو وزارة سيادية فما يعطوها أهمية، يعني هاي حقيقة لازم نعرفها. يعني بالتأكيد السيد ستار خضير الفنان والممثل العراقي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا اليوم في نهج السينما. أكمل الحوار معك السيد، شكرا جزيلا لك، أكمل معك الحوار السيد مهند دياب. لنتحدث على مستوى النجاحات الشخصية أو النجاحات المختلفة التي اليوم نراها، هنالك أفلام فلسطينية ربما استطاعت أن تحصل على جوائز عالمية، وهنالك ممثلون مصريون من بينهم الممثل رامي مالك المصري الأمريكي الذي استطاع أن يحصد الأوسكار وفجر مواقع التواصل وفجر وسائل الإعلام بهذه الجائزة، ولكن هنالك الكثير من يحسب هذه النجاحات التي تتحقق يحسبها نجاحات فردية لا يمكن انتسابها أو احتسابها على نجاحات السينما العربية، كيف تعلق على ذلك؟ هو أي نجاح ممكن يبقى، يعني أنا برضو في جزئية أن النجاح يبقى فردي أو يبقى جماعي أو يحسب على مكان معين، كل إنسان عنده الفرصة أنه ينجح، كل إنسان عنده المقومات أنه يخرج بره نطاق الضغط أو أي مشاكل بتواجهه، إن هو عايز ينجح هينجح. حتى تعقيبا على كلام السيد الفاضل، كان بيتكلم إن مثلا إن في وزارات ما يعني مثلا زي وزارة الثقافة ما بتنتجش، إحنا عندنا تجربة رائدة جدا في مصر، إن عندنا وزارة التضامن الاجتماعي هي وزارة غير معنية بفكرة الإنتاج الثقافي، ولكن فكرت في إن يكون عندها مكون اسمه التوثيق المرئي، وانا بشرف ان انا بنتمي ليه، وان احنا انتجنا بس خلال عامين 25 فيلم،
احنا هنا تخطينا كل الصعاب او المشاكل، بننتج افلام بتكلفه بسيطه جدا، والافلام دي محتواها قوي، محتواها انساني، محتواها بيدل على الاصلاح والتنميه، وفي نفس الوقت يعني بتدخل مهرجانات كبيره وبتشارك. لمن موجهه هذا النمط من الافلام؟ لمن يكون موجه؟ انت بتترجم من خلال برامجك التنمويه، من خلال فيلم تسجيلي، بس المحتوى هو المحتوى قوي، بدليل ان هو بيشارك، يعني الفيلم اللي مشارك معانا كان واخد جائزه في مهرجان دلهي السينمائي الدولي ومشارك في مهرجان النهج السنه دي. اذا يخاطب مجتمعات مختلفه ام يخاطب المجتمع المصري الى حد ما؟ لا بالعكس، بيخاطب قضايا الانسانيه. انت لما بتتكلم في فيلم عن تطوير المؤسسه العقبيه وتجربه رائده مصريه موجوده في مؤسسات الاحداث، إذا كان في الهند نفسهم قالوا إحنا يا ريت المنظر ده أو المستوى ده يكون مطبق عندنا في الهند، أعتقد المجتمعات العربية هي محتاجة ده، إن يتنقلها بشكل قوي وإن يحصل التطوير للحدث اللي موجود في الدول المختلفة. طب السيد مهند ذياب المخرج المصري الشاب الطموح أيضا، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا اليوم في برنامج نهج السينما وفي مهرجان النهج السينمائي بنسختها الخامسة، نأمل أن نراك في أوقات قادمة. أرحب بالسيد الممثل والمخرج الكويتي علي كريم سليمان، أهلا وسهلا بك وبحضورك معنا. أنت تشارك للمرة الثانية في مهرجان النهج، كيف تقرأ المشاركتين؟ هذه ثاني مرة أحضر فيها المهرجان، وهالمرة حضرت فيها زائر من نفسي، يعني حضرت فيها المهرجان. نعم. ما شاء الله أنا قاعد أشوف الاختلاف، يعني ما بين السنتين اللي متتاليتين اللي أنا جيت فيهم اختلاف جدا كبير صار فيهم، يعني في تطور في اختيار الأفلام، في الأفلام المشاركة الجديدة، في التنظيم وفي الإدارة، فأنا قاعد أشوف في تطور ما شاء الله لقدام، راح أشوفه أكبر وأكبر إن شاء الله. لطالما نحن نتحدث عن المجتمعات، سواء كانت مجتمعات كويتية أم كانت مجتمعات خليجية، مجتمعات عربية إلى حد ما، هنالك محذورات في المجتمعات العربية تطارد شباك التذاكر أو تطارد صالات العرض لإنتاج الأفلام، برأيك ما هي الخطوط الحمراء في السينما العربية وفي الخليج بشكل خاص؟ والله شوف، هو ما تقدر تحددها في بشكل عام، لأن في شغلات ببعض الدول مفتوحة عادي إن تقدر تسويها. ممكن تذكرنا مثال؟ يعني في بعض الأمور عندنا بالكويت فيها حرية أكثر من الدول المجاورة، أو إن في مثلاً من هاي الأمور. إيه يعني مثلاً دور المرأة ماخذ راحته أكثر في الدراما أو في السينما عندنا في الكويت أكثر من دول الخليج مثلاً، هذا مثال لها. الاختلاف الثاني انت تقدر تتكلم في موروث شعبي ما بين الدول، سواء في الخليج او في الدول العربيه، يعني في حريه اكثر موجوده في السينما المصريه والسينما السوريه اكثر من عندنا في الخليج. في بعض الشغلات احنا في الخليج ما نقدر نسويها او نفرزها بالشاشه او ان نصورها ونأديها، غير موجود في الدول العربيه، عادي عندهم ان يستخدمونه او مباح عندهم يصير الشيء هذا. فاحنا ما نقدر نحكمه، لكن لو نتحدث بشكل عام ابرز هذه المحذورات التي تواجه السينما اليوم. شوف احنا عندنا اهم شيء في الكويت الاساس عندنا لا تتعرض الذات الالهيه والامور السياسيه والعلاقه الدول والمسائل الاجتماعيه الخاصه، يعني ما الطائفيه والدين والعرقيه والامور هذه ما نتطرق لها، بس باقي الامور لا، احنا ماخذين راحتنا وحرين سواء في المسرح او السينما او في الدراما. طيب ساكمل معك الحوار، لكن دعني ان ارحب بمن ضم لنا عفوا الان، السيد بشتوان عبد الله الناقد السينمائي من اقليم كردستان العراق، اهلا وسهلا بك وبحضورك معنا اليوم. شكرا لكم، اهلا بكم. اهلا وسهلا بك، سنتناقش حول ذلك. بودي ان نتحدث ايضا، هل اليوم الحياة الشخصية للمخرج تؤثر على الإنتاجات السينمائية؟ وايد يأثر، وايد يأثر، يعني انت عارف الفيلم ياخذ وايد من وقتك ومجهودك ويبعدك عن أهلك وبيتك، فالحياة الاجتماعية سواء في البيت تأثر عليها، يعني أنا اللي ربما بشكل عام أقول لك لو نتوسع من دائرة البيت إلى دائرة المجتمع والبيئة، لأن المخرج اليوم كما يقال هو ابن البيئة أو ابن المجتمع، فبكل تأكيد ربما تؤثر بشكل مباشر. المخرج أو حتى الممثل ما له غناة عن المجتمع والبيئة اللي هو عايش فيها، لأن إحنا ننقل الواقع اللي موجود أو ننقل الأحداث اللي موجودة، فلو ما نعيش فيها ما راح نقدر ننقلها،
فارتباطنا مع المجتمع قوي، بس إن يبقى ارتباط عام أكثر منه، خاصة لأن تدري أنت تايم شغلك يأخذ منك حياتك الخاصة كاملة، بس لازم نكون متواصلين. يعني أنا في أكثر من 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 عمل أو شغل اشتغلتها أخذه من الشارع، أخذه من الناس، أشوف الناس شنو تسوي، شلون تمشي، شلون تتكلم، خصوصاً إذا كان في التمثيل أخذ الشخصيات من الناس أركبها. فكثر ما أكون قريب للناس للمجتمع راح أقدر أنجح في شغلي، أنا هذا اللي أشوفه في حياتي. طيب سأعود لك مرة أخرى سيد علي. سيد بشتوان، بوصفك ناقد للسينما في الشارع اليوم، لطالما نتحدث اليوم نحن عن هل المجتمع اليوم يدعم السينما ويدعم الفن، أم هنالك علاقة سيئة أو علاقة غير جيدة ما بين الفن وما بين السينما عفوا والمجتمع، بوصف بأن السينما لا تناقش معظم القضايا في المجتمع العراقي أو حتى في مجتمع أقليم كردستان العراق. برأيك متى ستنتقل السينما في العراق إلى التعبير عن تطلعات الناس أو التعبير عن تطلعات الشارع أو ما يصبو له المجتمع عفوا؟ نعم طبعا لابد أن نعرف بين السينما أكثر الفنون الجماهيرية اتصالا بالمجتمع، لأنها تحاكي الواقع بالواقع، يعني تعبر عن الواقع بالواقع، مو مثل مسرح أو فن تشكيلي أو الموسيقى. أكثر الفنون الواقعية هي السينما، يعني فالسينما يعني عنده علاقة قوية بالمجتمع، فأنا أتصور هناك يعني اتصال قوي بين المجتمع والسينما. لكن في العراق يعني تحولت مثلا المشاهدة من المشاهد أو المتلقي المتفرج العراقي يشاهد الأفلام عبر التلفزيون أو عبر قنوات اليوتيوب أو عبر الأفلام الفيديو أو الدي في دي. فيعني عدم وجود قاعات وصالات سينما في الآونة الأخيرة من خلال 15 سنة أثرت على انقطاع الجمهور السينمائي العراقي بالسينما. لكن هنالك اتصال عبر التلفزيون أو عبر الوسائل الاجتماعية، عبر اليوتيوب، عبر الدي في دي والأفلام بلوراي. فيوميا المشاهد العراقي، يوميا الفرد العراقي يشوف فيلم يعني عبر التلفزيون أو عبر أي اتصال يعني اجتماعي. فالفيلم والمجتمع عندهم صلة قوية. لكن إذا كانت السينما العراقية تحاكي الواقع الاجتماعي أو الفرد أو الطموحات وأحلام الفرد العراقي، فيكون هناك ترابط قوي بين السينما العراقية والمجتمع العراقي. طيب سأتحدث بكل مصداقية فيما لو كانت السينما اليوم في العراق تعكس كل ما هو موجود من أزمات على الصعيد السياسي، على الصعيد الديني، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الأمني فيما هو قادم من وقت معك سيد بشتوان. ولكن بودي أن أسألك باختصار شديد، اليوم في الخليج العربي هنالك ثورة فيما يتعلق ب اليوم السوشيال ميديا أثرت كثيرا صحيح. في المجتمع الخليجي، كيف تقرأ اليوم هذا التفاعل أو كيف أثر هذا التفاعل على صعيد الإنتاج السينمائي اليوم، لا سيما منطقة الخليج العربي بدأت تهتم كثيرا، نرى حتى القرارات التي حصلت في المملكة العربية السعودية لم تكن مسبوقة. أنا ما فهمت سؤالك بالضبط شنو تأثيرها. أنا أتحدث بس أنا اللي كل تواصل وسائل التواصل الاجتماعي لها الزين ولها الشين، يعني سوى سلاح ذو حدين، يا أنه ينجح يا أنه ينزل، ما ينجح. بس تأثيرها في السينما حاليا وخصوصا احنا عندنا في الخليج ان صار في عندنا الحين تجارب كثيرة للأفلام القصيرة ودخلنا في الأفلام الروائية الطويلة. السوشيال ميديا أنا قاعد أشوف وايد قاعد ينجح الأفلام سواء في الإعلان أو في التسويق. غير هذا صار أنا اللي قاعد أشوفه الحين أنه صار في مجال أن نسمع الناقد الجمهور، الجمهور نفسه صار ينقد ويتكلم عن الأفلام أكثر يعني من يكون نقاد، فصار الناس يأخذون راحتهم أكثر في التواصل الاجتماعي يتكلمون عن العمل، فهذا ساعدنا. إحنا أنا واحد من الناس اللي كان يساعدني أن أشوف رأي الناس بشكل عام فيها. طيب سيد بشتوان، نعم. كما يقال بأن الفن السينمائي في حدود الثوابت التقليدية المحافظة لا يمكنه إشباع حاجات المجتمع وأداء الوظيفة التي وجدت من أجلها، كيف تعلق؟ لا، السينما تقدر يعني تحاكي المشاعر وأحاسيس الفرد في المجتمع، لكن السينما العراقية تتجه إلى مسار آخر، فهي تعبر عن الحرب والأرهاب والمأساة، فالشارع العراقي بحاجة إلى مواضع أخرى يعني. فالفراغ في وجود إنتاج نتاجات سينمائية تحاكي المجتمع العراقي أدى إلى ظهور مثلا دراما مسلسلات غير عراقية مثلا تركية أو مكسيكية،
يعني تكاد تكون المشاهد العراقي تشاهده عبر القنوات التلفزيونية. الفراغ بين السينما العراقية والجمهور العراقي أدى إلى هذا المستوى. ما هو سبب هذه الفجوة أو الفراغ الذي تصفه أنت؟ الفجوة أول شيء لازم الجمهور العراقي يعرف بأنه هو المكمل الرئيسي للسينما العراقية. يعني هو يكمل الجمهور يكمل السينما. يعني الجمهور لازم يكون عنده مثلا دور في صناعة هذه السينما. يعني فعدم وجود جمهور لأي سينما تعتبر هذه السينما ميتة. وبعدين الحكومة العراقية أو وزارة الثقافة ما تدعم النتاج السينمائي للأسف. المخرجين العراقيين لحد الآن ما عندهم رؤية مثلا أو سيناريوهات أو أفكار أو أفكار سينمائية يعني تعبر عن الواقع المجتمعي. فهناك الثالوث، الحكومة الدولة العراقية لازم تدعم السينما، المخرجين والكتاب السيناريو لازم يكون لهم يعني أفكار ونتاجات جميلة تحاكي المجتمع العراقي. الثالث والأخير المكمل هو المتفرج. المتفرج العراقي أو المشاهد العراقي لازم يعرف بأنه مكمل الرئيسي لصناعة السينما في البلد. السيد بشتوان عبد الله الناقد السينمائي من إقليم كردستان العراق، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا. وكذلك السيد علي كريم سليمان الفنان والمخرج الكويتي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولضيوفنا الذين سبقونا قبل قليل في الحضور لهذه الحلقة. كان هذا أبرز ما لدينا اليوم في باحة مهرجان النهج السينمائي بنسخته الخامسة. نلتقيكم غدا إن شاء الله تعالى على الخير والبركة وحلقة جديدة من برنامج نهج السينما. تقبلوا أرق التحايا من فريق البرنامج، وهذا أنا محمود الحسناوي أحييكم وأترك لكم أوقاتا هانئة وإلى اللقاء.